بخصوص المدن الذكيه، المدن الذكيه بتتناول العديد من المحاور، منها الموبيليتي، منها الووتر، منها الانرجي، منها الجوفرنس، الايكونومي، وكل محور من هذه المحاور بيبقى فيه العديد من التطبيقات. المهم في ان احنا واحنا بنعمل مدن ذكيه في مصر ان احنا نبقى عارفين ايه هي المشاكل اللي احنا بنعاني منها في مصر، ونحاول نستخدم هذه التطبيقات المناسبه لحل هذه المشكله. فعلى سبيل المثال مشكله الميه، احنا عندنا مشكله في مصر، مشكله الميه، ومشكله معروفه من عشرات السنين، وبالتالي لابد من وضع سياسه استراتيجية على المستوى القومي وعلى المستوى المحلي لترشيد استهلاك المية، وده مش هيتم إلا من خلال الاي تي والانفورميشن تكنولوجي. فإذا التطبيقات اللي احنا بنتكلم عليها بنختار منها ما يناسب الحالة المصرية وما يناسب كمان الشريحة الاجتماعية، لأن كل شريحة اجتماعية ليها احتياجات مختلفة عن الشريحة الأخرى وبالتالي متطلبات مختلفة. إنما التحديات اللي بتواجه تطبيق المدن الجديدة، المدن الذكية الجديدة، ممكن تكون متعلقة بكذا بعد. أول بعد اللي هو بعد السكان، اللي هو لازم نبدأ فيه awareness للناس على إن يبقى فيه التحول نحو التكنولوجي. وطبعا التحول نحو التكنولوجي ده مش هيكون يوم بليلة، يعني مش هنقدر نقول السنة الجاية هنعمل smart city في مصر whole smart city، لا، لازم الموضوع ده يكون بشكل متدرج. فالأويرنس ده بداية المعرفة، يتطلب العمل على رفع كفاءة السكان والموظفين من حيث استخدام التكنولوجي. الحاجة الثانية برضو ان احنا من ضمن التحديات اللي بنواجهها موضوع الفاينانس، لان طبعا التكنولوجي في مرحلتها الحالية غالية وبتأثر طبعا على الافوردابيليتي بتاع السكن، وبالتالي لازم نفكر ازاي ان هي ما تأثرش على القطاع الاسكان. وهي غالية في الشورت تيرم، انما على اللونج تيرم لو احنا بنتكلم على اقتصاد ذكي، لا هي مش يعني هي هتكون مربحة وتجيب بروفيت، بس هي على اللونج تيرم هتكون بتحقق عائد كبير. التحدي الثالث والاخير ان احنا لابد من بناء مؤسسي قوي يقدر يتحكم في إدارة وتشغيل هذه المدينة، لأن الأهم من إن احنا ننفذ مدينة جديدة ذكية إن احنا نعرف إزاي نديرها. لأن لو احنا بنتكلم على مثلا مشكلة معينة في الإنترنت أو في الكهرباء حصلت، بتدمر السيستم كله، وبالتالي لابد يبقى فيه ستراكشر قوي ومؤسسة قوية جديدة تحاول تعمل انتجريشن ما بين المؤسسات الحالية، وتقدر من خلالها نعمل إدارة وتنفيذ المدن الذكية في مصر.